اهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ليله صافيه رائعه، جو كوره، جو كوره يا جماعه. لو كنت مكان اللاعبين ساسجل هاتريك في مباراه اليوم. كل شيء جاهز لمتابعه ممتعه. اوه يا الهي على هذه الاجواء الجميله، منتظر كره قدم ممتعه، ننتظر اداء اللاعبين، اقدام اللاعبين. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطا. ركب كريستيانو رونالدو، لمسة بينية في طريقة إلى ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. أرنولد. مجددا رمية التماس. رافائيل فاران. سيرخيو راموس. كروس. يحاول أن يلعب كرة بينية. يلعب كرة عرضية. لديه فرصة ليلعب كرة عرضية. هذه روعة روعة روعة، الكرة في المرمى، عرضية جميلة، رأسية أجمل. أحرز الهدف الأول في توقيت مبكر. روكا يحصل عليها أرنولد. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. وصلت إليه. يستعيدها كروس. الله ما أجمل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام، كرة خطيرة أمامه، مجال للتسديد، كرة عرضية خطيرة. لافيرنيا. فاسيلي. الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. النتيجة 1-0. رونالدو يلعبها قوي. لعبة جميلة، تسديدة أجمل، وينجح في تسجيل الهدف. إيش من كورة، من تألق، من أداء كبير، من ثنائية في ظرف دقيقتين. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. النتيجة 2-0. واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. كروس.
ضغط قوي وينجح في استعادتها. روكر لافيرنيا باتت ومرت وصلت إليه. الله على الكرة جميلة. يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. إبعاد ناجح للكرة. رمية جانبية. يلعب كرة بينية. كرة للجناح مرت البيني. فرصة للتسديد. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. كان في مكان خطير جدا أمام المرمى. الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. مبابي تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. كروس تسديدة في اتجاه المرمى. ردة فعلها سريعة جدا. سيتم التبديل الآن. كروس توني كروس. أدريان رابيو فيجو. الله التسديدة الجميلة. هجمة مثالية. تسديدة مدوية لا أظن أنه سدد أقوى منها من قبل. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا. 3 أهداف مقابل لا شيء. لافيرنيا يتفوق في المواجهة البدنية. يحصل على الكرة. كريستيانو رونالدو. تقف الهجمة هنا. تنتهي الأمور هنا. لويس فيجو. أرنولد. وأجمل بينية. كرة تعود للخلف. إريكسون يبعد الكرة عن مناطق. الحكم ينهي شوط المباراة الأول. أعتقد أنهم يقدمون أداء مثالي في هذا اليوم بدون أي أخطاء. وأظهروا بالفعل قوة هجومية ودفاعية وتوازن كبير في الملعب. عودة إلى شوط من المتعة المنتظرة. يا عيني على التمريرة. شوف كريستيانو رونالدو أضاع فرصة سهلة للغاية. شوف الشيء اللي فعله حارس المرمى. تعملق حارس مرمى كبير في هذه اللقطة بالذات. نجح في إغلاق الزاوية. فرصة كانت خطيرة لولا تألق الحارس. والآن عملية التغيير. أفقد الخصم التركيز التوازن. كروس يتسبب في خطأ. باسانو لمسة على اليسار. كروس تا
التقدم إلى الأمام. كروس يمرر كرة قوية، يحاول تمريرها من بين المدافعين. رائع جدا في التحكم في الركض بالكرة، في لمس الكرة، وأيضا في تمريرها. فاسيلي يبعد الكرة ويبعد الخطورة عن مرمى فريقه. كرة عرضية إلى المنطقة. نيمار لديه الفرصة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء، يحاول فك شفرة دفاع الفريق. هذه ضربة رأسية. فاسيلي يتدخل، يبعد الكرة. يمر ويلعب كرة، يسدد الكرة. هدف آخر، مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. بكل سهولة وأريحية في هذه المباراة انتهى كل شيء، أصبحنا نشاهد مباراة في اتجاه واحد. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. يونيو يدفع بأوراق جديدة، يتم تغيير في هذه الأثناء. الأمر بدأ وكأنهم يلعبون لوحدهم في هذه المباراة، الخصم وضع يثير الشفقة بصراحة اليوم. روكا، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. يفقد توازنه، يحاول أن يلعب كرة بينية، لمسة بينية، وحالة انفراد. بابي، الله ما أروعك، لعبة في منتهى الروعة، هدف أنهى الهجمة بشكل رائع. مثل هذه اللقطات تؤكد لك قيمة التهديفية العالية. فرضوا سيطرتهم الكاملة على هذه المباراة. برادة، تلعب الكرة إلى الأمام. أرنولد، تمريرة قوية أكثر من اللازم. قراءة ممتازة من الدفاع. لويس فيغو يحاول فك شفر. نيمار، يا إلهي، جول! هذه هي النتيجة لمثل هذه الكرات. إريكسون بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء. نيمار، الكرة في المرمى، جول! لم يكن عندها الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. Thank you.
ركاب. لافيرنيا يبحث عن زميله، يقطع الكرة. أدريان رابيو، كروس، سيرخيو راموس، يلعب كرة بينية. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ ركاب. الكرة المعتادة، الدفاع القوي جدا، يحاول تمريرها من بين المدافعين. عرضية من بابي، الكرة تضرب في القائم وترتد. الكرة ملعوبة من مسافة، كرة من جهة اليمين، كرة طولية في المساحة الخالية. يتواصل اللاعب برمية تماس، يتوقف اللاعب في هذه الأثناء مع أيضا مع إجراء تغيير، تغييرين دفعة واحدة. أدريان رابيو، كرة طويلة للأمام، كروس على تنفيذ الخطأ، يمر ويلعب كرة بينية. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، لمسة بينية. يلعب كرة طويلة، كرة بينية، بابي، يا إلهي، الكرة تصطدم في القائم، يا له من سوء حظ. شباك نظيفة، براعة حارس مرمى، تألق حارس مرمى. باسانو يحاول أن يلعب كرة بينية، فرصة سانحة للتسجيل، بابي، الكرة داخل الشباك. يا جماعة الكرة اللي يلعبها تدرس، أي إمكانيات، أي مهارات، أي حرفية عالية، أي ثقة، أي أداء، أي شخصية، كل هذا فعله بطريقة تجعلنا بصراحة نعجب بهذا الأداء وهذا المستوى العالي. إريكسون، دي بابلو، وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة. سيطرة كاملة لفترات متواصلة في هذا اللقاء، استفادوا أيضا من الفرص المتاحة. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم. بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق.